بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض امر من امر الاوتوكاد اللي هو فيلد بيعمل ايه. الامر فيلد دوت ده بيديني معلومات تفاعليه. مثلا انا عايز اسم الملف دوت يكون موجود هنا، بحيث لما بعمل الباندا بكتب اسم الملف، فمش محتاج ان انا لما اغيره بره ادخل تاني اغيره جوه الملف، هو اوتوماتيك يتغير. تمام. فانا هقول له من هنا انا عايز فيلد، من انسيرت هتلاقي فيلد، فبيقول لي انت عايز ايه في الفيلد. فاقول له مثلا، طبعا كل الحاجات دي تقدر تعملها، ممكن تكتب اسم المنشئ الملف، ممكن تعمل، خلينا نختار مثلا فايل، فايل نيم، ممكن تقول فايل سايز، ممكن تقول له عايز اعمل معادلات، كل دي ممكن تعملها. طيب الفايل نيم هقول له اوكي وابدا اكتب اهو. عمل ايه؟ خد لي المسار كله اف بام اكستيوشن، بعد كده كتب اسم الملف والامتي ديت. طيب انا مش عايز كده، فاروح داس عليه مرتين، اقول له انا عايز الفايل نيم بس، يبقى كده هيلغي لي المسار نفسه. تمام. ممكن تقول له انا عايز المسار، ممكن تقول له انا عايز المسار والاسم، واقول له انا مش عايز ديسبلاي فايل اكستنشن. عمل ايه؟ كتب لي اسم الملف. كده لما اتغير اسم الملف من بره هو اتغير من هنا اوتوماتيك. طيب خليني ارسم مثلا سيركل، واقول له فيلد انا عايز هنا، اقول انا عايز ايه، عايز يجيب لي الاريا. الاريا هتبقى موجوده في الاوبجكت، الاوبجكت هيت، اعلم على العنصر، هيقول لي انت عايز الاريا ولا سنتر ولا الكالر، كل المعلومات دي يقدر يكتبها. فانا اقول له انا عايز الاريا، عايزها مثلا بالديسيم او كرنت يونت زي ما انا عايز، بقول له اوكي وابدا احطها. لو انا جيت هنا وعدلت بقول له ار اي، يروح معدل لي المساحه. فامر فيلد فيه حاجات كتيره جدا تقدر تستخدمها، تقدر تاخد معلومات عن اي عنصر وتكتبه جنبيها، تقدر تعمل معادلات. تمام. تديله كذا رقم وهو يجيب لك المتوسط بتاعهم او مجموعهم، تقدر تكتب التاريخ هو اوتوماتيك، ممكن تقول له اخر تاريخ، ممكن يظبط لك بعض المعلومات كويسه، ممكن يجيب لك كرنت شيت نمبر، معلومات عن الشيتات زي ما انت عايز. فده بيسهل لك الموضوع وبيبقى اوتوماتيك.